إجلال أصحابه له ونم نبي يام عليه الصلاة والسلام صحاب سا هند غنيز سقد ونم نبي يام عليه الصلاة والسلام قال عمرو بن العاص رضي الله عنه صحابة يرمون عمرو بن العاص لمنم يربين ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نربى مرقي ممحن الصبا لبنت ونم تنتم عليه الصلاة والسلام ولا أجل في عيني منه أن يربى مرقي أنت الجيري لا تروغلم لا وور ممنين بيلا بوغا لبنت ونم نبي عليه الصلاة والسلام وما كنت أطيق أرمم بي ينين هنتين أم لا عيني منه تممنين يد يب في الجسر نونم نبي عليه الصلاة والسلام إجلالا له تيزي سقر نونم نبي عليه الصلاة والسلام ولو سئلت أربحا سقما أن أصفه تمام صفون النبي عليه الصلاة والسلام هي يتوتو ما أطقت أدمام عمرو بن العاص كنت لنتوي لأني بس كمام عمرو بن العاص لم أكن أملع عيني أدمام نيب لغم فيين فيتيا نجس غيا منه يون نمتنتو ما عليه الصلاة والسلام وقال عروة بن مسعود الثقفي يصفه صلى الله عليه وسلم لقريش يوم الحديبية عروة بن مسعود الثقفي أيلمي تاني إن هنصف من النبي يا عليه الصلاة والسلام ولقد كل شيء رب حديبي دارا أي لم تقل والله من نمودي إن رأيت ملكا قط أرمن بطل نينابا بلقد يعظمه تبزق النابا تبزق النكان تبلقد يا ولا بني يعظم أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممنن بينابا أبحن زسقدي أسمع دم هنزسقدي نكان ولا ممهي نبي ياما عليه الصلاة والسلام صحابة سهو ونبي ياما توتوي والله من ويندي إن تنخم النبي ياما هن كاس كاسغة نخامة كاسغة إلا وقعت في كف رلم تكاسغة نواتغا لسحاب غنوبغة لسحاب سبغة فدلك بها وجهه نبي ياما عليه الصلاة والسلام كاسغة هن لسحاب غنوبغة أنندي كم وين النبي يا عليه الصلاة والسلام كعصرة أن تالا نين لا تالا ين وإذا أمرهم ابتدروا أمره من ميك كم وين النبي يا عليه الصلاة والسلام صحاب سا النبي يا محسن سال غص صحاب سا لبحين يقده أن عن وين النبي يا عليه الصلاة والسلام سال من يقوم نين وإذا توضأ من ميك وين النبي يا عليه الصلاة والسلام صحاب سا توقد وين النبي يا وين النبي يا عليه الصلاة والسلام حنقوم كادوا يقتتلون على وضوئه نبي ام عليه الصلاه والسلام كل لنبي ام عليه الصلاه والسلام كوما ان يغنكم نينوا صحابه سرتامي ابو كل بله لبزبتا من النبي ام عليه الصلاه والسلام كل قوري واذا تكلم ميك وين النبي ام عليه الصلاه والسلام صحابه والنبي ام عليه الصلاه والسلام الحال واذا تكلم تمن النبي ام عليه الصلاه والسلام سواتي غومدا غومني صحابه خفضوا أصواتهم لنبي عليه الصلاة والسلام صحاب سزنوا في الجلي هنسكدوا كويسة عنده ونم تنتم عليه الصلاة والسلام نين وما يحدون إليه النظرة عظيما له تبزن في الجلي فتنجي هنم نبي عليه الصلاة والسلام جسغو هي جسغو زلوغي تيا ووري نونم نبي عليه الصلاة والسلام